ايه تاني؟ يعني كنا بنتكلم على الجلوكوز، بس الجلوكوز مغذي ولو كان مغذيا. احنا امام قواعد شرعيه لقضيه اللي يفطر ولا ما يفطرش. ده الانسان ممكن يقعد عليه شهور يعني من غير اكل يعني. هل ده صحيح؟ مش عارف يعني، هل يقعد شهور مكتفي بالجلوكوز؟ اعتقد اللي بيكون يعني عنده غيبوبه لا قدر الله، او عنده مثلا مريض في الفراش فقد الوعي، ربنا يوسع عليه. لا يعني فقدان الوعي معناه انه ما نواش نصوم اصلا. لا انا مش قصدي على الصيوم خالص، انا بتكلم على ان الجلوكوز قادر على احياء الجسد في الفتره دي. وليكن، هو احنا ما عندناش هدف اماته الجسد وكده، لكن عندنا قواعد شرعيه بتقول لنا ان الذي يدخل من منفس غير مفتوح بيبقى غير مفطر. سمعت بالتاكيد بعض